عسلام. بون باش نقولوا لك عارفلنا بروحك ما نجمش نقولوا لك عارفلنا بروحك خاطر احنا قاعدين نحكيوا على موضوع ديليكا شويه. دونك القانون 52 شنو تعرف عليه؟ ما فيك شعلت سيجار و قانون تاع الزيت لا ما الحقيقه انا ما نعرفش ما قاريهوليش يعني كيفاش نعرف. نعرف اللي قانون 52 تاع الزيت لا ودرشنايا واصلا نحسوا ما فماش فايده من القانون خاطر حكيت الزيت لا باينه في تونس يعني تتكيف جال وتشد حبس فهمتني معناها الزيت لا مربوطه بثلاثه حاجات هذوما اللي كان تخزر معناها فما عبيد البرة يداويو بها الزطل فهمني فما عباد تخدم بها الزطل لهنا يدخلها معناها للبلاد تدخل وقت اليوم يعرفوهم العباد اللي قاعدين يدخلوا في الزطل ينجموا يوقفوهم راه وتنجم الزطلة ما عادش تدخل لتونس جملة أما ليه هو يعرفهم وتدخل المخدرات ومن بعد تتباع وفما عباد عندها ريوز زادة في الكبارات وكذا ومن بعد تشد عليها حبس يعني العبد اللي قدامه كان شد حبس على الزطل شد حبس وبالطبيعة شد حبس قديش شديت حبس؟ شديت عام ومش وحدي زاد معايا ولاد حومتي واستهلاك خاص كيف تشديت قديش كانت عندك الكمية؟ استهلاك خاص كل واحد عنده فازته اللي يعيش بها في الليل فهمتني؟ جونتا معناها يعني أنت عديت عام حبس على خاطر جونتا صحيح على جونتا تتعدى بعام حبس وفما عباد ما عندهاش شوانت وتتعدى حبس لكن هم يقولوا للمرة الأولى جونتا ما تتشدش عليها برشا ما تخش عليها عام دونك انت كيفاش كانت الحكاية؟ هي الحكاية شناهي نورمالمون كي تطلع محكمة المرة الأولى هنايا القاضي يسامحك معناها قولك المرة الأولى بنروح وشدوك باستهلاك خاص وانت أول مرة هي؟ اي أول مرة وقتها نتشد يقولك استهلاك خاص بنروح ما عادش نحبوا نراوك لهنا خاطر باش نراوك راك باش تشد حبس اما كي تدخل فيها حاجات اخرى خاطر انت دوب ما باش تتشد راهو مش باش يبحثوك وكذا وتتحط لك معناها وين شدوك الساعه خلينا نبداو بشوي بشوي وين شدوك؟ في الحومه وين؟ في الحومه تبدا قاعد جوك باهي في حومتك لك تبراكي لك تقلق في العباد لك تعمل في حتى شيء قاعدين ثلاثه رجال كل واحد مستخرنتي بسيجار وجونا احلى جو ونحكيه بالعكس القاعده نتاعنا معناها نحكي لك نحكيه فلسفه نحكيه موسيقى نحكيه برشا حاجات نحكيه فن فاهم اش تعمل انت في الدنيا؟ انا فوتوغراف ونعمل موسيقى فنان ان شاء الله ان شاء الله يخلوك تولي ارتيست لان قلت لك فما عباد تخدم بها رزات العباد تكلمي انا معناها هاني شديت عليها حبس مصدر الهام بالنسبه لك صحيح مش مصدر الهام اما تخليك تغمق مع افكارك فهمتني كل الحاجات اللي تتعدى قدامك وطول تركش في اللاوعي لا تكيف زتلة تعاود تجيك لمخك وتبقى تخمم فيها فهمتني فما بيت تستعمل فيها الحاجات تصلح فهمتني هي يعني شديت عليها حبس بطلتها زت ما بطلتيش يعني ما الجريل تعدى بيك هذاك ما تعلمت المروجه في الحبس تعديت الليفلوات اخرين كيفاش المروجه هي نوع من الزطله زاده لا ماهيش زطله حرابش تحط في الماكل سايب عليك من غير ما تعرفها يعني حرابش تحط لكم في الماكله اللي تجيكم في القفه صحيح الرجال تحب تشيخ تحب تعدي وقتها الحبس ياكل وقت راه والعمر قصير الرجال تحب بالرسمي تتمنى تشوفها الشمس ريت الشمس تلتو نشوفوا فيها العباد الكل العباد غاديك تتمنى تشوفها الشمس راك تسمع قضايا مخك يقف العام اللي عديته في الحبس كيفاش عديته؟ والله ما تكيفت برشا زات لاني نسيته ما فقتش بيه ما عادش نحب نتذكرهم الايامات الله لا يوريها المؤمن وكهو حاجه الله لا يوريها المؤمن تشوف الظلم في عينيك كيفاش كانت المعامله؟ المعامله بالنسبه لي انا نورمال نتحمل اما المعامله اللي تصير مع الوالدين فهمتني طب تخزر مش حتى تخزر توصل لك كلمات اللي امك قاعده تتهنتل في الباب فهمتني خاطر هي تحب تجيب لك فطورك تحب تجيب لك قطعه تلبسها فهمت معناها برشا وجيعه يحسها انسان على نبته يتكيف فيها كيف نبته وما تعمل حتى شيء يكذب عليك يقول لك واحد مسطول مشى براكه ولا واحد ليه تتشل لك هي تفشت لك يا معلم تولي ما عادش تحب تبخل باش توصل للحانوت تبخل تولي ترقد تقول اي خلينا نرقد خير ما تعطيكش لا انرجي لا حتى شيء
توحلك مع مخك الداخل وذيك هي حكايتها بالضبط. هل ضربوك هل عنفوك معناها في وسط الحبس على خاطرك انت كنت بين ظفرين الكلمه يقولوها في المجتمع التونسي زطال؟ مش في وسط الحبس، انا في الحبس وليت نتعامل مع الدوله. اما قبل ما نتعامل مع الدوله انا تعاملت مع البوليسيه، تضربت من عند البوليسيه مش في الحبس غاديك. ليه سجون؟ ليه بالعكس، تبدا جوك مريقل يمشيوا معك مريقل، فهمتني؟ الكذب بحرة. اما البرك يوقفوك، انا ما نتصورش كان فما بشر في الدنيا يحمل انه يسمع امه تتسب ويسكت. كان فما بشر يحمل انه عابد يسب له امه خاطر شات سيجارو قنب هندي؟ نرمال اخويا تو نولي نقبلها حتى انا والناس الكل تقبلها، ونحي علي حقوق الانسان ونحي علي الكرامه ونحي علي. فما حاجات فما تجاوزات، فهمتني؟ كيما شنو؟ العنف، كيما العنف يشدك بوليس معناها قبل ما تطلع في الكهرباء تاكل الضرب، كي تطلع في الكهرباء تاكل الضرب، كي توصل للمركز تاكل الضرب، من المركز لبوشوشة تاكل الضرب، من بوشوشة للحبس تاكل الضرب. هذا الكل مريت بيه على خاطر جون رحلة بتبيع رحلة متاع شلابق حاجة توقف المخ، فهمتني؟ اسمعني، ريت من الاخر توا نحن تعرفش نقولوا سيبوا لنا استادات، رانا تعبنا من الزتلة بالرسم. هذه جملة سمعتها وبالرسم، سيبوا استادات، عملوا دير شباب، عملوا تيرانات، عملوا موضوع. ما كنت تحب تبطل الشباب الزتلة، اعطيه حاجة أخرى يلاقي فيها روح، اعطيه حاجة أخرى. ولاد الحمام تعطيهم استاد، خليهم يدخلوا الاستاد وتفرجوا في بارتيات وترخص الأسماء متاع تيكيات والأبونموات وكذا، تو يعيش تو يعيش يمشي الاستاد وكذا ويسيب عليهم الزتلة. وحتى كان شد حبس يستاهل خاطر عمل حاجة غادي، فهمت؟ مش خاطر تكيف سيجارو. باهي، انت كيفاش باش يكون مستقبلك في القريب طويكة؟ اسكو الحكايه هذه باش تبقى مأثره فيك والا لا؟ بالطبيعه تبقى مأثره. ملا اثرت فيك هذه بالطبيعه. كيف خرجت؟ كيفاش كانت نفسيتك؟ ما نعرفش كيفاش فسري. عبد كانت في بلاصه مظلوم، فهم؟ بلاصه نورمالمون يدخل لها عبد سارق ولا قتل روح ولا تعدى على غيره، فهمتني؟ انا ما تعديت على حتى واحد، قاعد نضحك انا واصحابي كيما قاعدين هكا نحكيو، فاهم؟ ما تعرفش عليها تك تلقى روحك متعدي بعام وانت في بالك. فما بيت امينون الله يرحمه مرمين الدويري شنو حكيته؟ مع المخدرات. من بعد اخزر مخه وين هزه معناها؟ شوف انت مخه من القمع والظلم اللي شافه وش حكى له برا، ولي ارهابي. ريت الدوله اللي قمعتك ولي كونترها. نظره المجتمع ليك هل كيفاش وليت تويكا بعد ما خرجت انت من الحبس؟ شو اسمع، مش كيما قبل كيما تو. قبل ما يقولوا لك سامحني، يقولوا لك يا زطال. قبل كانوا يقولوها، قبل يا زطال يا درشنا تو يعايروا السكيرجي، يعايروا اللي يدق الصوبي، يعايروا اللي ياكل في الدواء. ما عاد كيف الزطله انا ما عادش نسمع برشا يعايروا بها، خاطر اصلا يتلبدوا بها الزطله. معناها ينجم عابد عادي كيف وكيفك يبدا يتكيف زطله وانت ما تعرفش ما تفيقش بيه اللي يتكيف، فما اوبليجي عليه معناها باش يستر ويتستر على روحه. حتى كي يمشي يسلك تلقاه كي متلكمت كيفي انا ويتلبد من ناج لناج، فهمني؟ ما كانش يلعبوا له اللعبه يقبضوا عليه مشى. وديجا اليوم معناها سبت، ما نعرفش حتى كان مش اليوم سبت، حتى كان الخميس جمعه كذا، كل يوم باش نتكيف، كل يوم مش نتكيف، خاطر كل يوم قاعد نعيش فيها الواقع. يوصلوا يقولوا لي سايب عليك كل يوم يسر عليك، مش الزتلة يسر عليا كل يوم، الواقع اللي نعيش فيه هنا في البلاد هذايا هو اللي يسر عليا كل يوم. وهل فعلا الزتلة تنسيك في الواقع اللي قاعدين احنا تويكا نعيشوا فيه في تونس؟ ما تنسيكش الزتلة، ما تصنع لك مواضيع اخرين تتلهى فيها، فهمتني؟ خاطر باش تدور تدور وترجع لها وتبقى كالنقمة هذيك، اما هي كتخلق لك مواضيع اخرين تبي تحكي فيهم مع روحك و فهمتني؟ هيك